والله كيوت، وايد كيوت، وايد والله شي احسن بيت شي كيوت يعني. زين ولو قلت شنو هذا مغلب؟ لعتك لعتك الكاميرا جوات الخير، مساكم الله بالخير، مساكم خطاوية، أو مساكم خطاوية تقول لكم شكرا 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 وايد على توصيل الفيديو هذاك إلى الرقم المطلوب من اللايكات. أحبكم وايد ومشكورين وايد، والله إني أعشقكم وايد، فما بيطول عليكم. بما أنه وصل إلى العدد اللي خطافية طلبته، فلكم مني وعد أن أصور لكم اليوم المقلب الثاني، واللي هو المقلب برفيجاتي. نفس السالفة، أنا خطافية تبي تتزوج، لكن لأن عندي رفيجة وايد 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 تهتم بهالشيء، أو أنه راح تيجي لي زفة محترمة، لكن بسألها قبل ما أنزلها هل راح توافق أنها تطلع صوتها، لأنه مو جوها تطلع ويها بالسوشيال ميديا وما تحب السوالف، فما راح أطلع ويها. أنا حاطة كاميرا ثانية، واللي هي هذه الكاميرا، حاطة هني كاميرا، هذه تصورني بس أنا، فهمتوا؟ في كاميرا هني راح تصور اللي قاعدة يمي رفيجتي الثانية، فبعدها لما مر رفيجتي الثانية راح أقول حق رفيجتي اللي هني تقعد ورا عشان هي ما تبين الثانية، عرفتوا شلون؟ عشان يا جماعة فقط نشوف ردة فعلها من ناحية الصوت، لأن راح أقول لهم إن خطافية اللي هي أنا راح أوقف قيدي من الدراسة وراح أشوف حياتي الزوجية. تخيل والله خسي شخص يوقف دراستي عشان والله بتزوج، والله ماكو شيء يوقف حبيبتي طريق دراستي، باكر لا والله هذا اللي ناقص، باكر والله زوجي عنده شهادة وأنا ما عندي، لا والله هذا اللي ناقص بعد. المهم فراح يصير أكشن وهلا، فما بيطول عليكم، خلونا نبتدي من المقلب وردت لكم نهاية المقطع. سكسد يلا خير. أنا حتى خير جد جد جد. شوفوا إحنا من الرفيجات، يعني رفيجاتي من الربع الفلة اللي نحب كله نطلع نضحك، يعني ناخذ الدنيا وناسة، فهمتوا؟ ما نحب يعني شي اوفر دراما وبتشي، لا 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 لا، نحب يعني كل طلعاتنا تكون وناسة، فهمتوا؟ ما فكله قام نضحك، عرفتوا؟ فالحين ما ابي اضحك، بصير جادة عشان يبيننا صدق السالفة مع بنات خالتي. ادري ان ابيت كذابة واضح، بس ان عادي كانوا صغار يعني تمشي عليهم، بس الحين اذا ضحكت اشكرها طبيعي كذابة، بس اذا ضحكت راح اسوي روحي ابي يضحك شكل التقويم شي، اوكي راح ارقع. شلونك؟ الحمد لله تمام. شلونك؟ خلصتي امتحانات؟ ايه باقي لي يوم الثلاثاء. يلا قولي. احس لا، شنو احس لا يعني؟ ما ادري، حد خايف ايش دعوه قولي وين دعوه قولي. لا لان جد يعني هالمره خلاص ما فيها يعني ضحك، راح تشوفوني اول مره راح اتكلم. يقول اتكلمي من صدقك. بس انا وقلج توقفين ها؟ زين
ادري يعني ايش اسوي. هو تشيتشي ما يبيني اشتغل. ليش عيل شنو كيف يعني ما يبيني اشتغل؟ والله ما ادري صراحه انا كلش قاعد افكر في غيري. انا لا انا بتخرج انه بس انه ابي اخلص، فاذا وقفت غير خلاص خلص اوكي بغيت عشان احد وهو يكون عنده شهاده. اذا عنده يعني شهاده وايد وانت ما عندك يعني حالي شهاده على لا زين هو يكون عنده شهاده وانت ما عندك عادي؟ لا ما اتوقع. لا لا لازم انا يكون عندي احس ما ادري يعني ما ادري لازم انا يعني اشيل نفسي شويه زود الشخص كله هو يشيلني عاد ما ادري ما ادري الشخص انا احبه يمكن شهادته وايد عالية. طب ما تخيل والله ما شفت ما تخيل لا يعني متوقفين اسرتي بيقول شنو ما راح اقول لهم على طول شو بسكر انا احس يوتيوبر احس يوتيوبر صح ما انت احس لا ليه يعني مشهور بس مشهور ويبيني اسك القناة خير لحظة شو احكي شو والله جوالة اي معاد شن نفس الشيء بس ايش بس سوالف ام بكيوت احس والله كيوت وايد كيوت وايد والله شي احس مالي راح تنفق صين لان اريلها تاورها بعض الناس لا ايه ذا ديما في مسافة شانج زين دي مو صوب الحديقة كنا لغي مو صوب خواتين زيادة والله استحى وايد احس انه ما ودي اقول وودي اقول لان انت رفيجاتي يعني سأعيني بس خليني اشتهي ان في عيب يعني شنو في عيب شنو في اصغر منك لا 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 كبري بس ان ما يبيني اشتغل وراح اوقف شغرة شغرة يعني ما يبيني اشتغل من السوشيال ميديا لا ما يبيني اشتغل لا بالصج ولا بالسوشيال ميديا السوشيال ميديا خلاص راح اوقف اوكي خلي السوشيال ميديا على كتب ماكو شهادة حبيبتي راح اوقف عشان شي راح اسافر وياه يلا صدمة نعم تتخرجين بعد شهر لا بس خلاص راح اوقف شوي شهر واحد بسافر وياك ويت حصلتي تقريبا يعني شوي تخلصين والله وين تقريبا الكورس الثاني الجاي اي خلاص وهذا خلصتي اللي بعده يعني بعد بس هما يعني ابويش تعالوا عليك درسي السنين هذه كلها ما تبي تنطرخ ما يبي ينطرخ ما ادري انتوا سووا ملكه اوكي تهنوا عليكم بالعافيه بس اكل اكل دراني ما ادري بس انه يعني على الاقل خليك مو يبيك الحين اوكي وانت تبينه زوجة وعادي بس ملكه يعني خلاص يصير الزواج شرعي ما راح اشوفه راح يسافر تسابط هذه عادي انت كملي بس هالكورسين وهو يرد اكيد راح يرد بس انا شنطرني
كيف انت معي؟ او ماي جاد شنو او ماي جاد؟ لا يعني انا وايد بنات عمي وبنات خالتي كذي يعني كانوا بالجامعه سووا ملكه وريايلهم كانوا يدرسون اللي عنده دوره عسكريه وتأبر بس انها يعني لما خلصوا تزوجوا وصار العرس بس ملكه يعني يعتبر يقعد معاها يطلع معاها يجي معاها عادي كورس كورسين بعدين تزوجوا يعني صار العرس انطر كورس كورسين شهادتك كلهم كذي تصف الشهادة واه ميمونة بعدين لا تتحسفين بعد 10 سنين تقعدين في البيت فكرة فيها يعني واحد لازم زين هم خلي شهادة لو واحد تشبدي شلون اوكي هو يصرف عليه ليش ريال 24 ساعه يبي زين ليش ريال هو اي بس ريال عطل بالشارب بالشارب لا يعني اوكي يصرف عيش بس انت ستيل يعني يمكن لا سمح الله ما صار في تفاهم بينكم يعني لحظه لا راح يصير اي ان شاء الله ما اقول لا بس يعني عيالك ان شاء الله وعيال عيالك مو كله على الريال راح يتحطم اصلا عيال عيال هاي تفكر مستقبليا اوفر مايد اوكي يا جماعه الخير تشيكو خلصنا من نهايه المقطع اتمنى ان اعجبكم المقلب ونال اعجابكم رحت فيها عادي بس احساس السلوارة المهم اتمنى ان اعجبكم هلا هلا باللايك لانه والله يعني رفيجاتي وعزيزات علي بس انا وايد مقلب وبالنهايه لا تنسوا تسووا سبسكرايب لايك كومنت احبكم وباي.